عندي عبد الهادي عباس اعتقد من اربيل يقول: مرحبا ايها العراق الغيور الشريف، انا عندي مشكلة عامة لقسم كبير المتقاعدين والموظفين. بال 2019 استلمنا من شركة اهلية قروض اسمها شركة ضياء بالموصل منطقة الفيصلية، هذا مقرها. كل اللي يستلموا قروض من هاي الشركة وقعوا على ورقة بيضاء، حيث قامت هاي الشركة باستلام قروض من المصرف بمبالغ خيالية. مثلا اللي استلم 20 ورقة استلموا وكان 100 ورقة من المصرف، طبعا بمساعدة مصرف الرافدين والرشيد. مع العلم أنا ذاك التاريخ المصرف لم يعطي المتقاعدين قروض، والآن يستقطعون كل الراتب من المفترض من عام 2019 ولحد الآن. أرجو أن تعرض مشكلتنا للرأي العام، زين، ونحن كبار السن نحتاج لعلاج والأمراض. زين، أنا يا عبد الهادي، عبد الهادي شلونك؟ أهلا وسهلا أستاذ. إيش قد عمرك عبد الهادي؟ 60 سنة. 60 سنة، شاتم من رايح تاخذ عقد، تاخذ لك قرض 20 ورقة، يا قال لك وقع على ورقة بيضاء. أستاذ، أول ما هم كانوا مروجين يعني بشيء خيالي، رحنا قالوا قروض ميسرة، وتدري احنا متقاعدين محتاجين على الفلس، فكنا كان عندي مرض اريد اراجع طبيب ما عندي، تاخذ قرض احسن ما ادين من شو اسمه، قالوا ما يدفعون هوايه وما بي فوائد هوايه المروجين مالتهم، فقلت خلي اسحب واوفي شغلاتي وخلي يدفعون 100-150 من الراتب. تبيها محافظه بربيل؟ من الموصل، انا من الموصل سحبت. اي انا من محافظه الموصل ساكن بربيل. اي دا اشتغل بربيل، والله الراتب 90,000 يبقى منه هسه، اشتغل غصبا علي هسه عمري. انت رحت على رحت تاخذ قرض، ايش قد ردت قرض؟ انا قالوا لي ايش قد اكثر قرض ب 24 ورقه، الورق ينقطعوها للمكتب اعطوني 22 ورقه. زين، من شهر السادس 2019 استلمت. زين، ولحد الان يدفعون الراتب انت كله. تقول وقعونا على 90 يا عبد الهادي. نعم، انت تقول وقعونا على ورقه بيضاء، يا هل وقعك على ورقه بيضاء؟ هم بالشركه شركه الضياء، مش مدرينا احنا ما نعرف شنو القصه، قال وقع وحتى ننطيكم. زين، انت انت حجي تقرا وتكتب له لا؟ ايه ايه. زين، الورقه ايش مكتوب بيها؟ ما ادري، وكاله عامه خذوا من عندنا استاذ، وكاله عامه. زين، بعدين اتضح انت ماخذ 24 ورقه، ايش كثر طلع عليك؟ قطعوا ورقتين للمكتب. اي بعدين ايش طلع عليك؟ ايش قد؟ انطونا 22 ورقه. اي وهسه ايش قد؟ كان الورق 120. زين، وهسه من 2019 الشهر السابع قطعوا، ولحد الان يقطعون، يعني هسه صار 90,000 بالشهر. ايش قد المبلغ كله؟ ايش قد صار عليك يا حجي المبلغ كله؟ صار قالوا صار رحت على المصرف، ورحنا على بغداد على رئيس المصرف الرشيد. ايه؟ قالوا ساحبين المدفع لك 100 ورقه. زين، هذا المكتب اللي بالفيصلية المن تابع؟ ايه شركة الضياء يقولون هسه مقرها بشارع فلسطين. ايه روحوا حجي روحوا انتوا المغرر بيكم والوقعتوا ما تدرون، قيموا دعوة على شركة الضياء وجيبوا ادلة انه انتوا اخذتوا 20 ورقة وهم مستلمين 100 ورقة. هاي نقطة على السطر. استاذ راجعنا المصرف، قالوا انتوا ما تحقوهم بعد، كل شيء اصولية مالكم، انتم منطيهم وكاله عامه فساحبين باعتبار انت ساحب من المصرف، بس احنا المصرف كان ما ينتهي هالقد مبالغ الا للمتقاعدين. حجي لقوكم هم لعبوها صح وياكم، خالي لعبوها صح وياكم، اعطيتوهم وكاله وراحوا وسحبوا 100 واعطوكم 20، وبالقانون ما راح تقدرون تحقوهم لان حراميتنا ما لها الوقت، والله ما ادري ايش اسميهم. هو استاذ احنا ما نحق لهم ما نحقهم ما دولة وكيفهم. زين، بس احنا نريد بلشي واحد بيهم شريف، يعني يا شركة الضياء يا اخوان، هاي شركة يعني الضياء اللي كانت بالفيصلية، عمي هذا رجال عمره 60 سنة، كانتم ماخذين 24 ورقة 22 ورقة وماخذين باسمه 100،
ماخذين باسمه 100 ورقه، وهسه دول شريحه. اذا فعلا احد يعرف هذه الشركه او يعرف صاحبها او اذا مسجل الشركات يقدر يدلينا على هاي القضيه، انا انطيهم حق الرد. لكن هذا الرجل دي يقول، وهذا الرجل يبدو لي يعني رجال متقاعد، يعني حرام هذا الشغل. بس من اللي يعرف الحلال من الحرام؟